الأوكرانية إيرينا سراحنا التي كانت من ضمن الأسرى المفرج عنهم اليوم قالت إن ظروف العيش في السجن الإسرائيلي كانت صعبة للغاية، خاصة لعدم السماح بلقاء الأقرباء. الوضع كان صعبا للغاية جسديا ومعنويا، لأنني لم ألتقي بأمي وبناتي وزوجي. المشكلات كانت كثيرة للغاية، ولم تكمن في اللقاءات فحسب بل في مشكلات أخرى. وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد حكمت على إيرينا سراحنا عام 2006 بالسجن لمدة 20 عاما بعد اعتقال دام 3 سنوات. اعتقلت إيرينا مع زوجها الفلسطيني إبراهيم سراحنا، وهو يمضي في السجون الإسرائيلية 6 مؤبدات و45 عاما بتهمة نقل منفذ عملية ريشون لتسيون إلى مكانه. روسيا اليوم التقت والدات سراحنا التي عبرت عن فرحها بتحرير ابنتها. انتظرت هذه اللحظة سنوات طويلة، وأعتقد أن المعجزة أوشكت على التحقق. أخيرا توصلت الدولتان إلى اتفاق، واسم ابنتي ورد في القائمة الأولى، وهي في الطريق إلى الإفراج عنها. هي لديها ابنتان، إحداهما في أوكرانيا والأخرى في فلسطين، وهما بحاجة إلى رعاية حتى يكبرون، والأم يجب أن تبقي إلى جانب أبنائها. أنا سعيدة أن لديها أصدقاء كثر يدعمونها، وفي هذه اللحظة سعيدهم جميعا يتواجدون بالقرب منها. من جهتها عبرت غزالة سراحنا ابنة الأسيرة الأوكرانية المحررة إيرينا سراحنا، عبرت عن فرحتها بخروج والدتها إلى الحرية بعد سنوات الأسر الطوال. مبسوطة كتير، لما سمعت الخبر اتفاجأت وقعدت أضحك لأني أنا كتير مشتاق لأمي من أحضنها. مبسوطة كتير لأن العائلة كلها، بس ياريت لو أبوي يطلع.